اهلا بحضراتكم من جديد والترند الاهلي، ونشوف اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا، وفي تفاصيل كتير قوي كانت محل اهتمام السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي. اول حاجه معايا الحساب موقع الاهلي دوت كوم كتب نقلا عن موقع سكاي نيوز: سيلتك مهتم بضم قفشه وبدا محادثاته مع الاهلي. وقالوا كشفت شبكه سكاي سبورتس نيوز البريطانيه الشهيره عن وجود اهتمام من جانب نادي سيلتك الاسكتلندي بضم محمد مجدي قفشه لاعب خط وسط النادي الاهلي. يمكن سكاي سبورتس قالت ان الاهلي او سيلتك بيجوب العالم بحثا عن المواهب، وقام بارسال الكشافه الى دول من بينها كوريا الجنوبيه وايران والامارات ومصر، وبيفكروا في ضم محمد مجدي قفشه. طيب تعالوا نشوف الرد، ولكن من خلال موقع يلا كوره. حساب يلا كوره من خلال مصدر قالوا، المصدر اللي قال يعني، ليس هناك عروض لقفشه وكولر لم يطلب رحيله. تفاصيل الموضوع مكتوب فيها ايه بالظبط؟ الجهاز الفني للاهلي تمسك بوجود قفشه وعدم رحيله، والمصدر في تصريحات خاصه ليلا كوره قال ان كولر لم يتحدث او يطلب باي شكل رحيل قفشه. النادي لم يصل له اي عروض سواء رسميه او شفويه لضم اللاعب او حتى استعارته، وكل ما يتردد غير صحيح. من الوارد ان يكون في اتصالات تمت مع وكيل اللاعب او شيء مقارب لذلك، لكن النادي لم يتلقى اي شيء. احنا بنتعامل مع الامور الرسميه، وقفشه احد عناصر الفريق الاساسيه. الكلام اللي جاي ده بقى مهم جدا. المصدر قال في تصريحات ليلا كوره، مصدر من الاهلي: نعرف من وراء تلك الامور، هناك من لا يرضيه حاله الاستقرار الفني والاداري التي يعيشها الفريق، خاصة بعد الفوز بكأس السوبر وصدارة الدوري بالعلامة الكاملة، وبيحاول انه يصدر قلق وأزمات غير صحيحة للفريق. ما عندناش أي أزمات الحمد لله، كل اللعيبة عندنا واخدين مستحقاتهم رغم الظروف الصعبة، هنجدد كمان للرباعي اللي عقودهم هتنتهي بنهاية الموسم الحالي، وكولر لم يطلب استبعاد أو رحيل قفشة أو غيره، ولن نسمح لأحد بتصدير الأزمات للفريق. كلام مباشر وواضح جدا، ولو في ايدي اعرف مين المصدر واشكره على الهوا هشكره شكر كبير جدا، لان بصراحه جاب من الاخر وانهى الكلام بشكل رائع جدا. واعتقد ما بين السطور الكلام ممكن الجمهور يفهم مين اللي بيطلع الكلام ده والهدف والغرض منه ايه. طيب نروح كمان لحساب في الجول، خبر في الجول: طاهر محمد طاهر يغيب 4 اسابيع عن الاهلي بعد تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبه. يمكن طاهر اتعرض لاصابه في التدريب، والنادي الاهلي اعلن غياب طاهر خلال الفتره اللي جايه. طب الوطن سبورت بيتكلم عن 3 الغاز امام كولر قبل صراع الصداره مع غزل المحله. ال3 الغاز في ايه بالظبط؟ اولا الدفاع، واصابه طاهر. يمكن اصابه طاهر ممكن تربك حسابات كولر، لان مساله البديل هنشوفه خلال مباراه بكره، وده هتبقى حيره بالنسبه لكولر منذ ان تولى مسؤوليه الاهلي. كولر بيفكر في انه يعتمد على عبد القادر في مركز الجناح الايسر بدلا من طاهر، مع وجود اوراق رابحه على الدكه زي بيرسي تاو وحسين الشحات. السبب الثاني في حيره كولر بالنسبه لخط الدفاع: ممكن يدفع بالثنائي منعم ومتولي بعد شفائهم وعودتهم للمباريات في الفتره اللي جايه ولا لا، خاصه بعد مباراه الجيش ما ظهر كده فيها بعض اللقطات اللي ممكن يكون مساحه لكولر ان يرجع تاني لتشكيلته الاساسيه ويلعب بمنعم ومتولي مكان ياسر وربيعه. لسه هنشوف ده من كولر خلال الفتره اللي جايه. اكتر حاجه، وده بقى اللغز الثالث اللي ممكن يزود حيره كولر، عوده علي معلول. هل يستكمل مباراه المحله بمحمد اشرف اللي لعب مباراه الجيش، ولا يدفع بعلي معلول اللي لسه راجع من كاس العالم من بدايه المباراه؟ عموما كل ده هنشوفه بكره، والساعة 5 هنعرف التشكيل الرسمي، وهنشوف الاهلي هيلعب مباراة المحلة بأي تشكيل من وجهة نظر مارسيل كولر. طيب نروح كمان لحساب يلا كورة ومصدر ليلا كورة: الاهلي يقرر تجديد عقود الشحات وربيعة وياسر وأيمن. وأنا كنت بتكلم معاكم في الخبر المتعلق ب قفشة، والمصدر اللي في الاهلي طلع واتكلم على إن مفيش مشاكل، بل بالعكس احنا كمان هنجدد للرباعي. مصدر في للاهلي ليلا كورة أكد نفس الكلام، وقال ان الاهلي رايح في اتجاه ان يجدد للرباعي حسين الشحات، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، فبالتالي لا مجال لاي مساحه لاثاره البلبله او ازمات داخل الفريق. النادي بيجدد عقود اللعيبه، وفي النهايه القرار الفني في مساله مشاركه اللعيبه بيرجع لمارسيل كولر. ممكن اجدد عقود الرباعي
ولو كولر شايف ان في حد يطلع اعاره يلعب سنه ما عندناش مشكله، لكن فكره ان انا استغنى عن اي لعيب الفتره الجايه ده شيء مش وارد، واعتقد الامور واضحه جدا لجماهير النادي الاهلي بخصوص هذا الامر. كمان المصدر قال نقطه مهمه جدا، الامور دي تمت ما بين لجنه التخطيط في اجتماعها مع حسام غالي والكابتن محمود الخطيب في اجتماع تم يوم الثلاثاء الماضي، وهيتم فتح ملف تجديد عقود الرباعي بعد جلسة هتتم بين أمير توفيق مدير التعاقدات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة عشان يتم حسم هذا الملف. اللعيبة دي موجودة على ذمة الفريق، بالتأكيد بيكونوا مع الكابتن سيد كمدير كورة، بيجي أمير توفيق مدير التعاقدات بعد ما ياخد الضوء الأخضر من لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب، ويبدأ يتعامل في مسألة تجديد عقود اللعيبة خلال الفترة اللي جاية. وبالتأكيد في النهاية القرار الفني مهم جدا في هذه الجزئية من مارسيل كورة، لكن القايمة بتبقى من حق النادي الاهلي. طيب نروح لاخر حاجه، والنهارده ذكرى الكونفدراليه 2014، اول بطوله كونفدراليه دخلت للاهلي بعد الفوز على سيوسبور الايفواري. كانت زي النهارده الشروق ركزت على في مثل هذا اليوم الاهلي يتوج بالكونفدراليه الافريقيه للمره الاولى في التاريخ. النهارده 6 ديسمبر 2022 زي النهارده في 6 ديسمبر 2014 يعني من 8 سنين الاهلي فاز بالكونفدراليه على حساب سي سبور بهدف مقابل لا شيء بعد ما خسر في كوت ديفوار ابيجان بهدف مقابل هدفين، وكان هدف قاتل لعماد متعب بتمريره حريريه من الحاوي وليد سليمان، واول بطوله كونفدراليه جت في تاريخ النادي الاهلي.